وين إين حم إف هابف إن إي غير أوتا؟ وين إين حم إف هابف إن إي غير أوتا؟ يعني حصل إن جلالته بعت لي رسل بهدايا كتير، رسل محملين بالهدايا يعني. طيب نشوف كده، ادي الوين، ادي علامة، طبعا كله بيبص يمين، هبتدي يمين، ادي علامة الوين والنون مكمل صوتي، يبقى دي وين. هي وين معناها يكون، بس هنا وين بعدها اين على طول، اي ال ان، فوين اين معناها هنا ايه يعني، حصل ان، حتى اين هي ان في العربي تقرب لها قوي يعني، تأكيد برضه. فوين اين حصل ان ده مصطلح، او لكن حرفيا طبعا وين معناها يكون يعني. وكان ان جلالته عمل كذا وكذا، كان ان يعني، او حصل ان. فوين ان حصل ان، حم حرفيا هي خادم، بقول حم نثر يعني خادم الاله اللي هو الكاهن، لكن حم اف ده مصطلح برضو، حم اف اف اللي هو الملك، بتعود على الملك، فحم اف جلالة اياه، وهنا مقصودة بذاتها جلالة، فحم اف يعني جلالته. حدث ان جلالته، حصل ان جلالته، ها ه الف ب هاب، هاب يعني يبعت، وهو المخصص الرجلين اللي بيبيع بيها، فهاب اف اف هو هاب اف، ان حصل ان جلالته هو بعت، هو بعت ان اي ليا، ان الى واي انا، ان اي اليا ارسل، يبقى حصل ان جلالته بعت لي. ها هي غير ممكن تجيب تحت يعني، طبعا هي تحت، بس كمان غير عندي غير بمعنى تابعون او منضمون، او فهنا غالبا معناها رسل، رسل. وبعدين هنا او، علامة الاو، او اللي هي علامة او جزء من كلمة اوت اللي هي بتكملها بالواو اهي والت، اوت كده يبقى هدايا، يبقى هنا بعت لي رسل هدايا، او يعني كتير، هدايا كتيرة، وهي المخصص المعنويات وكتار، فعايز يقول لي ان بعت لي عشان محددة بذاتها اهي، يعني بعت لي هدايا كتير، يبقى هنا غير اوت يعني معناها رسل بهدايا كتير، رسل بهدايا كتير. يبقى تاني، وين ان حصل ان، حم اف جلالته، هاب اف ان اي بعت لي، ها غير اوت رسل بهدايا كتير او محملين بالهدايا. يبقى وين، وين ان حم اف هاب اف ان اي غير اوت، وين ان حم اف هاب اف ان اي غير اوت.